قام الدخول في إضراب وحركة احتجاجية واسعة عشية عيد الأضحى المبارك، بوية الضغط على إدارة المؤسسة من أجل تلبية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية. وقد هدد أعضاء المكتب التنفيذي تجنيد حوالي 5000 موظف لهذه الحركة الاحتجاجية. زعما ياكل يمرمون وما نرموش لان الدور هذا ما نرموش. نحن مكتب نقابة مؤسسة ناتكوم قمنا بالبعث إلى الإدارة بلائحة مطالب هي كالآتي: ترسيم جميع العمال الذين يشغلون مناصب بعقود محدودة المدة هي أكثر من 15 سنة. قمنا ثاني بالبحث بالمطلب الثاني وهو تسوية الوضعية المهنية للعمال الذين يشتغلون مناصب مسؤولية منذ أكثر من 10 سنوات ويتقاضون أعوان متعدد أجور أعوان متعدد الخدمات. لم يكن هناك رد إيجابي من الإدارة، ندخل في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات. احنا كنا راسلنا الإدارة وراسلناها مرارا وتكرارا، وماذا بينا يكون الرد الإيجابي منها باش ما نضطروش نديروا حتى اللي ما ناش حابينها أصلا، هي الدخول في إضراب عشية عيد الأضحى، عيد جميع المسلمين، عيد احنا ما نحبوش نعطوا الصورة للبلاد تاعنا في الكاميرات العالم كامل تصور العواصم نظيفة، كي تلحق الجزائر العاصمة اللي تصورها مسخة ومزبلة حاشاكم، ما ناش حابين نوصلوا لهذه. تزامنا